احتفاء بكتاب النقيب الصديق العزيز النقيب محمد الصديقي الذي صدر أخيرا، أوراق من دفاتر حقوقي، والذي أرخ فيه لمرحلة معينة من تاريخنا وخاصة تاريخ المحاماة وساحات العدالة التي شهدها كمحاكمات سياسية وغيرها، والدور الذي لعبه المحامون في تلك الفترة. هذا اللقاء الذي نظم اليوم والذي أنتم تشهدونه، الذي كان حفلا حضاريا ورائعا والذي استمتعنا فيه جميعا بقراءات هذا الكتاب من طرف أساتذة ومفكرين على رأسهم الأخ بحدو عبد الجليل الصحفي والكاتب والباحث، وأيضا السيد عبد الحميد الجماري، وأيضا السيد عبد الصمد القباس، وبالإضافة إلى مشاركة القاعة من مختلف الفئات والتنظيمات الذي، وقد كان مؤثرا جدا الشهادة العائلية لأخت المحتفى به الأستاذة الصديقة نعيمة القاضية الفاضلة رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف، والتي لم تترك دموعها الكلمات لتعبر عن الأخلاق الدمثة لأخيها التي تعتبره بمثابة أبي لها. هذا الموقف نتمنى أن يتكرر مرارا لأنه تعبير حضاري عما يصدر في وطننا العزيز. شكرا لكم.